مرحبا بكم جولتنا في عملية الرأي والمقالات، نفتتحها بما يراه عادل الباز في أخيرة اليوم التالي والتي أتت تحت عنوان السماد والقمح ومع ذلك. يقول الباز في مقدمة زاويته: تنظر إلى أهداف الميزانية أو ميزانية 2018 تعجب بها، وترى أفعال الحكومة وسياستها التي من بينها توجيه الموارد للقطاعات الإنتاجية الرئيسية، الزراعة بشقيها الزراعي والإنتاجية تدي ربك العجب. ويشير إلى ما صرح به البنك الزراعي بأن هناك كمية كافية من سماد اليوريا تقدر ب 150 ألف طن، وما كشف عنه عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة جمال دفع الله عن تراجع المساحات المستهدفة لزراعة القمح بالمشروع إلى 240 ألف فدان بدلا من 400 ألف فدان. السماد الذي أعلن عنه البنك الزراعي يقبع بالمخازن ولا أثر له في الأسواق بحسب الباز، الذي أضاف قائلا: الحكومة لم تستطع توفير السماد الذي عجز القطاع الخاص عن استيراده وعجزت عن رفع سقف التمويل. ويتساءل: إذن كيف تتحدث الحكومة عن دعم القطاعات الإنتاجية ولا سماد ولا تمويل؟ فيما يشير الباز إلى إعلان البنك الزراعي عن تمويل 365 ألف فدان للموسم الشتوي، منها 316 ألف فدان قمح في كل السودان، بينما تعلن إدارة مشروع الجزيرة تراجع المساحات المزروعة إلى 240 ألف فدان بدلا من 400 فدان، والسبب مدخلات الإنتاج حسب تعبيره. عادل الباز ختم زاويته بالقول: الموسم الماضي زرعت الجزيرة 400 ألف فدان قمحا وأنتجت ما يكفي السودان 4 أشهر، وبدلا من أن تزرع هذا العام 600 ألف فدان ليكفي السودان 8 أشهر تراجعت المساحة إلى 200 ألف فدان. ويقول أخيرا: لو أن الحكومة تدير مواردها وتوجهها بشكل سليم لاستطاع السودان أن ينتج نصف ما يستهلكه من قمح، كل خيرات الأرض والنيل هناك ومع ذلك.